صيحة عندك ديما نوضي نوضي شطحي نوضي الحباب. هانتوما كما كتشوفوا بعد السلام عليكم في قناه ام عزيزه. هانتوما اليوم غنشارككم معكم واحد الحفله اللي انا مشوقه بانني نعرف شنو عندي ونفرح. مهم اللي كان ولد ولا بنت ولكن الا كانت بنت اليوم الطبله غتقلب. عرفتي؟ لا ما تقلبش، لا تا اختي ما تقلبش. مرحبا بزهره جات لعندنا جارتنا. كيسولوا عليك الناس والله الا وحق الله. السلام عليكم اجر اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي دايرين مع الصحه؟ شكرا لكم بزاف اللي كيسول عليا. انتما خالتي زهره جابت لينا اولا على خالتي زهره. خالتي ما كتعشميش. زوقات 30 عام. شحال في عمرك؟ شحال؟ 37. ويلي على خالتي، سمحي لي. الناس كيقولوا لي خالتي. انا اول مشيت نجيب واحد الورقه من المقاطعه، قال لي بلاتي الحاجه. قلت لك غير انا صغر منك وليدي. والله الا قال لي الحاجه. المهم انتم زهره جابت لينا التفصيل ديالها مسكينه، ديال القرص الله يخلف عليها. انا كيف كتشوفوا راني جبت هذا وهذا صايبتهم عندي في الدار. بارك الله عليك. ربي يخليك اختي زهره. المهم كمله ساميه. واش اللي كاين اخوتي؟ جيبوا لهم الحلوى مخبيه. جيبيها جيبيها بنتي. لا ما نجيبهاش تماك اختي، جا لبنتي. باغا هزيها مكلخه. الحلوى انا واسيه. ولا ما نهزهاش. وعليا قلتي ما تهزيهاش. انت حط بصيله. حط بصيل. يدي لصحة المدام ديالو. ها انتم اخوتي الحليوه كيف كتشوفوا. واعر الديزاين ديالها غزال الصراحه، تستاهل. والله يعطي الصحه اللي صايبتها، راه ماشي فابور، كلشي بالفلوس، ما كاين حتى حاجه فابور. والله ما نقصت لنا حتى درهم قصانا، بالله العلي العظيم. ايوا صافي خدمتها هذيك راه. ولكن تبارك الله عليها عندنا داك الشيء غزال. يلا اخوتي انتم معانا. زوين. شتي دابا انا باغا ننشط هاد النهار. امينه امينه زيد اختي زيدي زيدي. امينه ان شاء الله الا غادي تصورني. هي الكاميرامان. هي اللي غتصورني امينه، هي اللي شوفي. هي صدرتي تجي تصور مزيان. غتخلصي باذن الله. غنعطيك 20 درهم تسيسي لي بها شعرك ان شاء الله. ياك شكون اللي قادلك مرتين؟ راسي مقدا الشفار. علاه؟ فين يا ايمان؟ ما غزي ليه هكا الاطفال. ما خوتي البوكوصه ديال ساميه القفيطين. هذا حشمت ما عرفتش علاش. تنقول للمتتبعين ديال القناه ام عزيزه مرحبا بكم عندنا في هذا الحفل البسيط، وما كرهناكمش تكونوا معنا. وحق الله الا كنتوا معنا صراحه غنكون فرحانه بزاف. ولكن راه الحمد لله درنا لكم هذا الفيديو هذا، راه بحال اللي معنا كنتمنى بانكم تدعوا معنا وتدعوا مع اي وحده كتمنى الذريه الصالحه الله يرزقها يا ربي. وصراحه تشوك لي يرحمي والله يا احلى متتبعين، بلا بكم حنا ما كاينينش. وكنتمنى بانكم تقبلوا علينا. دوري شي دور هاد القفطان ولا ما كيبينش؟ انا لو هيلالي انا لو هيلالي هيلي هيلي وسيدي حبيبي فين هو. غنمشي نجيب لي هاد القفطان. صلاة وسلام على رسول الله إلى جا سيدنا محمد. الله مع الجاي العالي. كاينه حدانا سلام على رسول الله إلى جا سيدنا محمد.
الله معزاي العالي. المهم اخوتي كيف كتشوفوا احنا سالينا. المهم هذا هو الشك النهائي، نتمنى من الله يعجبكم وتقبلوا علينا، الله يسهل عليكم. ها الحليوة، ها الديزاين، صراحة جا داك الشي زوين، واخا هكداك واخا بسيط جا زوين. أميرة يا أختي أميرة تبارك الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، أمي كتقول ما شاء الله. حتى كطيح لنا الحلوة، قالي عليها كل شيء، بغينا نذوقوا الحلوة. ما شاء الله تاع ياسين ما تحشميش يا أمي ما تحشميش. ان شاء الله هذا الفيديو هذا راه ان شاء الله كنشكر. انا فيديو هذه التصويره زوينه دابا دابا جلسي جلسي دابا كل واحد غيقول لي شنو بغا. سكينه بغيتي ولد ولا بنت؟ اللي جاب الله. لا ولكن شنو بغيتي؟ بغيت هي عندها ولد. اه بغيت بنيته صراحه. انت يا زهره شنو بغيتي؟ قلتيها عتيق بغيتي ولد ولا بنت؟ لا ولكن تعزل واحد اه وما كرهتش وليد الثاني. وليد الثاني متناقض قبيله، قلتي لي بغيتي بنت. سيما شنو بغيتي؟ عزيزه عزيزه شنو بغيتي؟ واش بنيه وليد وبنيه وبركه ما زيد صافي تربي وليدها حتى شي جوا مولد بنت عاوتاني. هذا بغى يخرج ليها ويقول لها تشاو بنيه وليد ربي دابا تمنى دويره ان شاء الله. فيلا ان شاء الله دويره بنت صغيره كبيره ان شاء الله. وليدات كنطلبوك دابا وليدات دويره ان شاء الله. غنديرو بشي فيلا فراوله ان شاء الله. ما تعرفوش ان شاء الله ما تعرفوش ربي يعطينا. انا زوينه كنصدق حنا قابلين زوين ربي دابا يسهل اللي قلبو بيض معمر ربي خير. ما عنديش معاه انا تحسنتش اما تظلمش ربي كيجيب لك الرزق. اه صح شنو كنقول لك جميع السعادة بكم الله. هذيك الوالدة الوليدات ولا الوليدة قولي للمتابعين ديالك السلام. السلام عليكم المتابعين ديالي، كي دايرين لاباس مع الصحة؟ اليوم نهار جديد فيديو جديد، تابعونا الله يتبعكم خير وربح. احنا متابعين سلام متابعين امي عزيزه دايرين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم حنايا راه دابا جينا عند ساميه وعند امي عزيزه. مرحبا بك، فرحانين معاها. غادا نعرفوا شنو المشكل باش تضروا بلا اختي نشطو غير اختي معاك جينا نبركوا شنو عندها. حنا غادي نعرفوا دابا، تنتمنى من الله المتتبعين ديال ساميه وعاتق وامي عزيزه هذا الفيديو هذا بغيناه ان شاء الله. فين طنطون ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يا ربي يطلع لهم انتم يا ربي سهل عليكم يا ربي.
آمين. دابا دويره ان شاء الله ان شاء الله تيسير لكم تيسير عليكم يا الصباح هي كتسول عليكم عيط على سكينه وحاكم معاكم ان شاء الله ربي يخليك الله يفك على خير وبيا خير وتيا صافي شي رزيق تيا شي دويره ان شاء الله تسهل عليها وتيا وقفوا معها هاد القناة ديالها وقفوا معها فتيا دايره وقفوا معها وي صفقه صفقه وي